لكن الله تعالى جعل في الكون مؤمنا وكافرا، وموقنا وملحدا، وطائعا وعاصيا، ومعترفا بالله ومنكرا. الناس ليسوا على حال واحد، حتى انهم الله تعالى بجلال قدره وعظيم مقامه اتهموه بان له زوجه صاحبة، واتهموه بأن له ولدا، والله تعالى جل وعلى أن يكون له ذلك، لأنهم قالوا هذا اعتراضا على مقولة الرسل الذين جاءوهم باليقين وعرفوهم بمقام رب العالمين فقالوا هذا. حتى الرجل لما اتهم مرة قال: قالوا الإله ذو ولد، قالوا الرسول قد كهن، لم يسلم الله والرسول من الناس فكيف أنا؟ وأحدهم يقول: لو صاحب والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مدبجة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قالوا بأن له ولدا وصاحبة جورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذه مقالتهم في الله خالقهم، فكيف إن قيل فينا بعض ما قيل؟